بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكري عبد العالي MVP مايكروسوفت، ونكمل درس الفيو جي اس 3 الدرس الحادي عشر، ودائما مع الفورم. ووصلنا إلى إضافة زر السيف لهذا الفورم، يعني عندما يكون عندي فورم هنا أريد حفظ البيانات بعد التغيير أو الإضافة إلى آخره، فلا بد أن أضيف زر. فهذا الزر قلنا أننا نستطيع إضافته بطريقتين، إما عن طريق مكون موجود اسمه DX Button Item، وبعد ذلك نعمل له يعني يعمل مباشرة مع Submit، أو نستطيع إدراج مكونات خارجية يعني خارج الـ DX Form، وهو باستعمال الزر العادي. الزر العادي هو DX Button، وقمنا في الدرس السابق بإدراجه في هذا المكان عن طريق الـ Import، وتعرفنا هنا عن طريق الـ Component. الآن نضيف في الواجهة هذا الزر. إذا الزر يعرف بهذه الطريقة، فنضيف التكس لاسم الزر، والتيب هو ديفولت. بعد ذلك يعني نعطيه بعض الخاصيات، من بينها كليك. الكليك هي يعني الحدث الذي سننفذه، وهو ميثود السيف. إذا ميثود السيف اون سيف أو اون كليك، سنسميها سيف. وهذه سيف ستكون عندي ميثود سنعرفها في هذا المكان. فنكتب هنا مثلا سيف الحدث الايفنت، وبعد ذلك نكتب مثلا كونسول لوج، ونريد عرض التغييرات التي حدثت على اليوزر بعدما ضغطنا على زر السيف. إذا هذا الأوبجكت يوزر هل تغير عند يعني هل أستطيع إرساله إلى قاعدة البيانات أو لم يتغير؟ نعمل سيف وننفذ التطبيق. طبعا للوصول إلى الداتا لابد من this أولا، لأنه متغيرة داخلية هنا، فنصلها بالthis. نعمل save ونذهب إلى التطبيق. إذا عندي هذه الأسطر، عندما أغير مثلا الاسم هنا عبد العالي وأعمل save، فأتحصل على كما تلاحظون الأوبجكت تغير. بعد ذلك أستطيع إرساله إلى قاعدة البيانات ليتم حفظه أو يعني عملية تغيير لهذه الداتا. أوكي، هل أستطيع إدراج أشياء أخرى؟ مثلا نفرض عندي تاريخ أريد عرض بيكر مكان السامبل، أو تشيك بوكس يعني أريد عرض تشيك، مادام يعني إذا ما كان عندي ترو فولس فيعرض لي يعني في تشيك بوكس يعطي لي ترو أو فولس، وأنا لا أريد هذه المكونات بل أريد مكونات أخرى. فلذلك نستطيع تخصيص المكونات، مثلا هنا فيل، هنا شو أدريس ترو فولس. لاحظ هذا التشيك بوكس نستطيع يعني يعني تخصيص السامبل ايتم بواسطه مثلا هذه التعليمه عن طريق اديتور اوبشن، وتحدد له ان اريدك ان تعمل لي دي اكس تشيك بوكس، يعني تيب لهذا المكون من نوع تشيك بوكس. هكذا استطيع تخصيص يعني او تغيير شكل المكونات. مثلا هنا هل هناك تيب اخرى؟ اديتور تيب فون. لاحظ هو كان في السابق سامبل، لكن اراد ان يكتبه بسنتاكس معين وتغييره في يعني الى فون نمبر، يعني سيغير الشكل الى فون نمبر. لاحظ الفون نمبر بهذا الشكل كما تلاحظون. اوكي، فاذا يعني نستطيع تغيير المكونات الموجوده في الفورم في دي اكس فورم باستعمال اديتور اوبشن وتيب، اوكي، الى اي شكل اخر. يعني بعض الاشخاص يقول لك هذه الطريقه طريقه الكتابه يعني صعبه ويعني غير واضحه للقراءه، يعني ربما ياتي مبتدئ فعندما تقول له سامبل منا سامبل بعد ذلك لا هو تشيك بوكس وليس سامبل، فسيستغرب يعني من هذه الكتابه. اذا ما تحتاج يعني التغيير يعني استعمال المكونات العاديه فتستطيع ذلك، لاننا نستعمل البايندينج، فلا يهمني السبميت، يعني لا يهمني ماذا كتبت
في الفورم، في الفورم يعني في مكونات الفورم، لأني لا أقرأ من الفورم بل أقرأ من الأوبجكت المربوط بالفورم. يعني ما دمت أقرأ من، يعني أقرأ أو أكتب في اليوزر الموجود في داتا وليس لها علاقة بالمكونات الموجودة هنا، لا أقرأ من التكست الموجود هنا، بل كل الأشياء التي تتغير على مستوى الموديل، فالموديل هو الذي يهمني في الأخير. فهل أستطيع يعني التعامل مع الاثنين مع بعض، أو يعني تغيير كل هذا دي إكس فورم إلى أشياء أخرى؟ أقول أن الجواب نعم، يعني نستطيع مثل ما أضفنا زر بشكل هذا، فنستطيع مثلا نضيف تكست اير، يعني لنفرض أن عندي ديسكريبشن، لو عملت يعني ديسكريبشن بهذا الشكل، لاحظ يعني ضفت سامبل وديسكريبشن، أين هو الحقل؟ لاحظ ماذا سيعطيني النتيجة؟ عندي مشكلة في غلق المتصفح فعلا، يعني مبرمج بلازر. لاحظ الديسكريبشن اعطاني في تكست بوكس وانا اريدها تكست اريا، يعني ميمو شكل كبير. فعوض ان نعمل هكذا، فنستطيع كما قلت، اظن ان هناك تكست اريا هنا في هذا الشكل، يعني تقول له بهذا الشكل. سنجربها مع بعض، لم اجربها قبل الدرس يعني. فكما قلت، نحن نتعلم مع بعض، وليس لست استاذ هنا، هنا انا اتعلم واجرب معكم. ف هي الخاصية هنا، الخاصية كيف نربط الخاصية هنا؟ ضاف لي التكست بوكس، لكن كيف أن نستطيع ربط الخاصية بهذا الشكل؟ وبعد ذلك أقول له أريدها أن تكون dx text area. text area، هل توجد text area بهذا الشكل؟ في شكل item text area، نعم، أكتب text area عادية و checkbox. سنحذف هذا ونرى النتيجة هكذا. هل تغير شيء؟ لم يكتبه، أظن أن السنتاكس فيه خطأ. المهم، من المفروض نستطيع تغيير يعني البرسوناليزي للفيلد بهذا الشكل. سنجرب ذلك في الدرس القادم، لأني لم أحضر الدرس في هذا الموضوع، لكن نستطيع أيضا كما قلت نضيف المكونات العادية اللي هي text area بهذا الكيفية. فنضيف لها description ونضيف لها المكون، فنضيفه بشكل هذا ما حضرته، يعني حضرت لكم أننا نكتب text area بهذا الشكل، ونعمل البايندينج way to way عن طريق مباشرة، لأننا خرجنا من day user هنا، فلذلك لابد أن تكرار day user description، إلا إذا ما كان عندي div إجمالي. مثلا يكون عندي ديف هنا، فالديف اجمالي هذا اعطي له البايندينج، يعني اعطي له البايندينج، لست ادري كيف نعمل ديف للبايندينج للديف ككل، فنعطي له هذا البايندينج، وبعد ذلك نعمل فقط ديسكريبشن في هذا المجال. اوكي، ايضا سنبحث في هذا الامر ايضا في الدرس القادم ان شاء الله. اوكي، إذا هكذا سنجرب الكود الآن. أريد عرض الديسكريبشن التي تأتي الموجودة في يوزر الموجود في داتا، وأعمل له فيو موديل، لأنني أحتاج عند الضغط على السيف أحتاج إلى كل التغييرات الموجودة في هذا الأوبجكت. ديسكريبشن، هل هي تكست أريا؟ نعم. لماذا أعطاني إياها؟ أعمل سيف. نعم، تكست اريا لم نعرفه، نفس المشكلة، يعني لابد أن نتعلم تكست اريا أين هو موجود. موجود في
في library أخرى، فلا بد من التعريف للtext area بهذا الشكل. نعمل save ونذهب إلى الواجهة. ما زالت description text area. نعم، المشكلة أنني وضعت text area داخل dx form، وقلنا أن هذا text area ليس تابع لdx form، فdx form هنا هو text area، ونحذف هذا text area، هذا description الموجودة هنا، لا نحتاجها لأننا عوضناها بالتي هي هنا. وكما تلاحظون هذه هي النتيجة. إذا غيرنا text area من مكون item إلى مكون حقيقي text area يعني، والداتا موجودة هنا. لو غيرت فيها، لاحظ لو غيرت، عمل save، لاحظ الداتا أعطاني الداتا. إذا ما دمت أعمل binding فلا يهمني المكونات، أستطيع أن أعمل هذه المكونات أو مكونات يعني أصلا عوض هذا فهو text box، إذا كان dot فهو dot picker، سواء كان bootstrap مكونات bootstrap أو مكونات dev extreme، فلا ليس هناك مشكلة، أو تمزج بينهما فأنت حر، ما تستطيع يعني العمل كما تريد. هذا فيما يخص يعني تعلمنا لحد الآن كل هذه الأمور. ماذا بقي لنا؟ إذن هذا ما حضرت لكم، لكن سنرجع إلى التكست أريا، أريدها أن تشتغل، فنذهب إلى المثال. يعني أنا متأكد أنها ستشتغل بهذه الطريقة، وإلا ليس لها معنى، يعني تيب ليس له معنى إذا ما لم تشتغل. فعندي إديتور تيب، أقول له هو عبارة عن DX Text Area. إذا dx checkbox سأغير هذا ب dx text area، لكن لاحظ أن dx d بالمينيسكيل، و checkbox هنا أيضا text area option، وأعطيه البايندينج data field، وهي الخاصية هي description، وهذا المكون سيكون بالداخل يعني مثله مثل الآخرين يعني بداخل dx form. اوكي، نعمل سيف ونذهب الى ما غلقتها. اوكي، هناك مشكل في الواجهه. لا، جيد، وتشتغل كما تلاحظون، هذا ديسكريبشن والتكست جيد جدا. اوكي، لاحظ حتى البايندينج يعمل، يعني فمجرد الذهاب الى هذه الخاصيه تشتغل هنا وتشتغل هنا. اذا انتم احرار تستعمل الطريقه الاولى او الطريقه الثانيه، يعني انا افضل ان تكون يعني الطريقه هذه. اذا كان يعني ستعتمد على دي اكس فورم فاعتمد على كل المكونات بنفس الكيفيه. فاذا كانت تريد هي عباره عن تكست بوكس وتغيرها الى تكست اريا او الى تشيك بوكس او الى صوره او الى ما شابه ذلك، ف صوره لا، لان الدات بيكر دات انبوت فايل ستتغير، الصوره مثلا تتغير الى انبوت فايل يعني من تكست. لو وضعنا هنا، لاحظ لو وضعنا الصوره هنا ايماج ايماج ايماج، اظن كتبتها ايماج بالفرنسيه، نعم، يعطيني المسار هكذا صورة. نعم، فإذا ما أردت أن أغيرها إلى input file فبنفس الطريقة، يعني نعمل بنفس الطريقة أو نغير الشكل ككل. أما إذا ما أردت تحويلها إلى صورة فلابد أن نضيف مثلا هنا في الأخير، سنضيف image img src، وبعد src أريدك أن تحضر لي تساوي هنا و السنتكس هكذا. هناك خطأ، بل خطأين، هنا صورة ولا يوجد binding way to way، بل src و binding عادي. وكما تلاحظون اشتغلت.
أتمنى أن يكون الدرس مفيد. إلى الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.